دائما في علاقة التحاليل، في سؤال ديال التحاليل هنا سؤال الحجامة، ما حكم من احتجم في نهار رمضان؟ الحجامة في المذهب المالكي، نبين المذهب المالكي أولا، الحجامة لا تفطر في المذهب المالكي. علاش؟ هنا إذا حينما نقول لماذا، هنا نبحث عن الأدلة. فإذا ما بحثنا في أدلة الحجامة نجد حديثين. الحديث الأول في صحيح البخاري، يعني أعلى مرتبة في الصحة، في صحة الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. هذا حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سنة أو فعلية. ما يسمى عند المحدثين بالسنة الفعلية. وهناك حديث آخر رواه الترمذي ورواه الحاكم في المستدرك وصححه أيضا الحاكم، يقول أفطر الحاجم والمحجوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. ماذا فعل المالكية، علماء المالكية في المسألة؟ إذن هنا لدينا حديثان، حديثان متعارضان، قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. 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 ماذا فعل المالكية؟ بحثوا ما هو الحديث الأخير الذي صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء من المالكية قالوا آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم، حديث البخاري أنه احتجم وهو صائم. إذن الأخير دائما ينسخ الأول. من ثبت عنده هذا الأمر قال بالنسخ. ومن لم يثبت عنده استعمل ميزان الترجيح، فوجد أن حديث صحيح البخاري أصح من حديث قال فيه الحاكم في المستدرك صحيح. ومن المعلوم عند المحدثين أن الإمام الحاكم يتساهل في الحكم على الحديث بالصحة. إذن هنا حينما بهذه الموازنة المالكية أخذوا بحديث صحيح البخاري وقالوا بما أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه احتجم وهو صائم، إذن الحجامة لا تفطر لا للحاجم ولا للمحجوم، لأن الحديث فيه أفطر الحاجم. لا في حالة واحدة، يستثنون مسألة واحدة. قديما كيف تكون الحجامة؟ أن الحاجم يعني الذي يقوم بعملية إزالة الدم، أنه يمتص الدم بفمه. بفمه. لا توجد هذه الآلة قديما، يمتص الدم بفمه. وهنا المالكي يقول إذا مر هذا الدم إلى فمه ويعني وأكل أو داز منه شيء إلى بطنه، هذا يفطر طبعا. هذا فيما مضى قبل ما يفطر. فيما مضى. أما الآن لا توجد هذه الحالة، توجد هناك تقنيات طبية تستعمل من أجل تحقيق هذه الحجامة. نعم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد قناة ريمال تيفي.